بعد اكثر من شهرين واطلاق سراح يعني مؤخرا اليوم حمد الجبالي على محاولة تأثير على القضاء. سعيد ومناصره يقولون ما حصل هو ان النيابة العمومية يعني القضاء لم يقم بدوره ويسميه في تطهير البلاد من الفساد وعدم الخوض يعني البت في القضايا بجدية. اليوم وقع فتح تحقيق ضد 32 قيادي من حركة النهضة وللتهم تتراوح بين الانتماء إلى تنظيم إرهابي وغسيل أموال، كيف تردون؟ يعني نحن معنا خلينا نقولها مثال زلزل، لم نكن وحتى نحن في السلطة، من هو رئيس حكومة ومن هو وزير عدل ومن هو وزير الداخلية، لم نكن نضع أنفسنا فوق القانون، كنا نعتبر أنفسنا مواطنين نخضع لمثل الله بقيه مواطنين، ولم نمنع احد من التشك بنا، ولم نعاقب احد من تشك بنا، ولم نعاقب قاضيا لانه اذن لفتح ابحاث ضدنا. هذا شرف لنا نعتز به، ونحن ما زلنا مواطنون تونسيون لسنا فوق القانون، ونحترم القانون ونحترم القوانين بصفه عامه، ونحترم القضاء ونحترم معناها المسؤولات الامنيه المختصه وغيرها، ونضع انفسنا على ذمه القضاء ولا ذمه المحاكم، ولا نحرف القضاء، ونحن تقول في تونس ومستعدون لمواجهه الاكاذيب والافتراءات. واتمنى ان تضع سلطه الانقلاب نفسها في نفس الموضع الذي وضعنا انفسنا. اتمنى ان ترتقي الى ذلك المستوى الكبير من التجرد ومن المسؤوليه ومن الوطنيه ومن استعداد المساءله، لاننا نؤمن اننا لسنا معصومون في الخطا، وان من يخطئ منا ويستحق العقاب مستعدون لهذا العقاب. كيف؟ وتفضلوا تعاملوا مع القانون كيفنا، وتفضلوا اقبلوا مساءلتكم من اجل الرياض اللي ارتكبتوها، وتفضلوا ما تتمسكوش بالحصانه وما تلوزوش بالحصانه، واقبلوا مساءله القضاء، واقبلوا مساءله المحاكم، واحترموا القضاة مثل ما احترمناهم، واحترموا القضاء مثل ما احترمناه، وما تخرجوش من القضاء يعمل حاجه، ما تقومش في القضاء ينبنى. لماذا تفسرون او من التسلط على المواطن من تسبوه وتهينوه وقت اللي القضاء يفتح بحث ضد واحد من جماعتكم وضد واحد من الناس اللي سايبينهم وضد المرتزقه اللي يداس ضرر الناس واللي معناها قاعدين يطولوا من خارج واللي قاعدين يرتكبوا في الجريمه تروي الجريمه تروي الجريمه وقت القضاء يكون فيه. القضاء سلطه وحكم القضاء يجب ان يحترم. نعم يحكم حكم القضاء سواء كان رئيس الجمهورية أو وزيرا أو مسؤول الدولة أو مواطن عاديا، عليه أن يحترم حكم القضاء وأن يسعى في الحكم أمام درجة الأعلى، مش يخرج يسبوا، مش يخرج يهين القضاة، مش يخرج يحرز على القضاة، مش يخرج يشوه سمعة القضاة، مش يخرج يتهم القضاة بتهم باطلة من قيم الدولة الديمقراطية. إذا أستاذ البحيري، من عمق قيمها وسبيل قيمها أن تحترم كل سلطة سلطة أخرى وأن تخضع لها، ونحن خضعنا لسلطة القضاء واحترمناه وما شوهناهوش، ونحن حتى هذه اللحظة استعدادنا للخضوع للمساءلة واحترام القضاء. إذا كيف تفسرون أستاذ الحي رجاء؟ وندعو قيس سعيد وندعو إصابته، نعم، وأن تحترم القضاء وتقبل بالمساءلة وتعرض نفسها على القضاء والقضاة حتى يثبت بناتها. اذا اسمح لي استاذ الحي، استاذ الحي الجمهوريه في العالم يدعي انه خمس مرات في ظرف عام يتعرض لمحاكمة ديان ولا يعلن من نتائج الابحاث، يسمع القضاء بالبحث في القضيه ولا النتيجة ولا يعلن منها الراي العام. استاذ البحيري ارجو ان تكون باستماع، الصوت غير واضح. استاذ البحيري في سلف القضاء، نعم، وفي اتهامهم وفي تشويههم، هل يمكن لدولة أن تقوم ولعدل أن يقوم ولمساواة أن تطبق إذا كان القضاة يهرسلون بمثل هذه الطريقة وإذا كان القضاة يجتهدون بمثل هذه الطريقة؟ نعم.